هذه المسائل هذه خصها تتم اولا بالاشراف الربح، وخصنا المواطنين ديالنا المغاربه يربحوا يكونوا فرحانين. استمعت للكلام ديالكم، السلطات المحليه اللي نتوما خاطبتوها تقدروا تستعملوها في ذاك يعني في كل حال، يعني احنا معكم حملوا الصوت ديالكم باش هاد الناس يحل هذا المشكل. ماشي سهل راه. قبل كل شيء نشكركم الدكتور هذا هو اللي كاين. انا بغيت راه الساكنه راه كتحتاج كنطلبكم ماشي زعما انا ضعف والله خايف من الدور. تبقى في اختار هذه المحطه ومستعدين يزيدوا يتصحروا على المشاكل في العالم ما بغيناش. وهنا سيفونا ان هذا الوطن تم يصاد الان لان احتاج لك ما كاين قانون بالله الذي لا اله الا هو. البرتغال هنا، انجليزا هنا، فرنسا هنا، اسبانيا هذا واقع. خرج الناس انت زوج انت استاذ ملي كنشوفوك وكنشوف الموقف ديالك في القاضي اللي كان حكم عليه راه جابوا حتى ولد سميتو في طرد. اذا اليسار في هذا الوقت بما فيه المنتخبين والاعيان الزمن والخطير على ان حسينا ان من يستعمل الدوله هاد الناس اللي كيستعملوا الدوله هذا بصفه عامه. حنا بالنسبه للجنوب شنو المخاطر؟ والاخوان قالوا انهم سيتواصلون مع جميع نتمناو الملف بشكل قانوني. واحد انا اللي عندي دابا 52 لعل يقول حد لانه ما توصل بانه ذاك المستبد كيقهرك تيخلعك حتى هكا الاجابه كتكون مؤيد للاسف الشديد. يعني عارفين لازم نشوفوا لنا كاع الامور في الشمال وفي الجنوب. اي حد من السلاوه من الجاهي الطرق اللي هي وقلب عليهم وهذا صبرناه من اجل الوطن. الله توسعوا في هذا الشيء. وانا ما الحزب الاشتراكي الموحد نحن اللي نغاروا ونجيب لهم الخير كامل. مين هي؟ انت ديال استاذ ديال ذاك الشريط الساحلي والجهه ديال غرفه الانعاش راه مزمنه كداخله كاكبر وجهه في افريقيا كامل. شكرا. عاود الدكتور نبيل بوني سيد ناتي ياسر مغرب تياس وصوت المغرب. احنا اللي زعموا روسيا من الاستعمار هذا راه موثق. هذه الحاله دابا الان يعني شراوها اجتماعات مقبله والله والله خيرت خيرت خيرت. هو هذه المناشده لصاحب الجلاله باسمكم الجمعه في الصباح الجمعه لا تنسى عن الشعب المغربي تفضل تنساوش في الطاوله الندوه اللي في المستوى سلام عليكم.